نسجل صوت شكر وتقدير وامتنان لشعبنا السوداني العظيم الذي لم يخذلنا يوما ووقف خلف قواته المسلحة بصلابة وقوة في هذه المحنة التي مرت بها البلاد. المؤامرة حقيقة بدأت تفاصيلها تلوح في الأفق منذ مدة من الزمن عندما بدأت ماليشيا الدعم السريع المتمردة بتحشيد قواتها في الخرطوم وفي مناطق أخرى، إضافة إلى التحركات المريبة التي يقوم بها قادتها في الأطراف إقليمية وفي الداخل وفي الخارج. وما جرى أنه في تمام الساعة 9 من يوم السبت هاجمت مجموعات من الميليشيا المتمردة موقعا تتواجد به قواتنا في المدينة الرياضية، وتزامن ذلك مع الهجوم على قواتنا في مطار مروي بغرض الاستيلاء على مطار مروي. طبعا قبله حركت قوات في اليوم السابق كبيرة إلى مطار مروي، مما قوى لدينا المؤشرات بقرب تنفيذ هذا المخطط الغاشم الغادر، وهو محاولة كاملة لانقلاب واستلام السلطة أكثر من أنها يعني تكون يعني مسألة دفعها اختلاف سياسي أو أي شيء آخر. هاجموا هذه المواقع وقتلوا الجنود واستعتدوا، وتوالت بعد ذلك محاولات الاقتحام لمقراتنا في الخرطوم وفي الولايات تقريبا في كافة مدن البلاد، في نيالة وفي الفاسر وفي الأبيض وفي مروي نفسها وفي القيادة العامة. محاولات جرت طوال ذلك اليوم واليوم التالي بغرض الوصول إلى هذه المقار، وبحمد لله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى تضامن الشعب السوداني مع قواته المسلحة بشدة، وقام رجالنا بمهام قوية وكانوا على قدر الموقف وعلى قدر التحدي. الحمد لله رب العالمين، الآن تمت السيطرة تماما على الموقف، وكانت تلك هي المرحلة الأولى التي كان الغرض منها امتصاص الصدمة وتأمين الموقف وتهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة التي تليها، ونجحت هذه المرحلة بنجاح كامل ومبكر. تساقطت خلاله المقرات وسلم الكثير من أفراد الدعم السريع أنفسهم إلى المناطق والفرق العسكرية في العاصمة والولايات. نطمئن مواطنينا أن المناوشات اليوم كانت محدودة جدا واقتصرت على تأمين محيط منطقة القيادة ومحيط المطار، ولم نريد أن نوسع من نطاق العمليات في هذه المرحلة خوفا من أن يتأذى مواطنينا ويسقط ضحايا مدنيين جراء هذا الصراع. الآن تحولت هذه الميليشيا إلى مجموعات، هذه المجموعات تنشد الهرب وتنشد أن تخرج من هذه العاصمة بعدة الطرق، فسننتقل إن شاء الله إلى مطارها وسيتسع عملياتنا بغرض تأمين العاصمة القومية مع الالتزام والحرص الشديد على عدم التسبب في أي خسائر بين المواطنين. ومن هذا المنطلق ننوه مواطنينا الأعزاء بأن يلتهموا الحيطة والحذر وأن يقيدوا تحركاتهم خلال هذه المرحلة وهذه الأيام خوفا على أرواحهم وممتلكاتهم. هنالك رسائل أخرى. أولا رسالة أنا ندفع بها إلى أفراد ميليشيا الدعم السريع، نحن على قناعة بأن مكون هذه المجموعة هم أبناء السودان، وليست للبلاد أي مصلحة في أن يتقاتل أبناءها ويرفع السلاح في صدور بعضهم البعض. نحن نناشدهم بأن يتركوا هذا الانخراط في هذه المؤامرة ويسلموا أنفسهم، ولنرى إن كانوا يريدون أن ينضموا في صفوف القوات المسلحة
ويكون جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية في السودان تحت لواء القوات المسلحة أو هي مكونات المنظومة الأمنية، ولكن نرضى بهم أن يكونوا جزءا من هذا المخطط واستخدامهم كأداة يتم عن طريقهم تنفيذ مخططات ذاتية ليست لها أي علاقة بالمصلحة الوطنية.